اهلا وسهلا عملاء متجر كترونيك، يعطيكم العافيه. طبعا اليوم منتج من جد خفيف ولطيف وصغير جدا. ايش هو المنتج؟ بي ام 10، جوال جدا جميل، اتوقع شايفين حجمه كيف. تخيلوا هذا الجوال يدعم شريحتين وميموري كارد. طبعا الجوال فيه ميزات جدا جيده. طيب نتكلم عن الجوال الاول. الجوال ده بي ام 10 يدعم خاصية انه تشبك جوالك الشخصي عليه زي سماعة البلوتوث، هذا واحد، ويدعم الشريحتين والميموري كارد، يشغل الوسائط. طبعا الجوال فيه ميزة جدا ممتازة اللي هو تغيير الأصوات. هتسألوني كيف تغيير الأصوات؟ احنا هقول لكم. طيب نجرب، ندخل الإعدادات، إعدادات المكالمات، ندخل على الإعدادات المتقدمة، نحط الصوت السحري. الآن لا يوجد صوت. هنجرب نتصل على جوال تاني. طبعا احنا مركبين فيه شريحة، هذا الجوال. ألو، متجر كترونيك، هذا هو الصوت العادي، تمام، يعني بدون صوت، ما في اي اضافه. الحين حنجرب نحط صوت ثاني. الصوت السحري، حنحط صوت رجال، يدعم 3 اصوات، رجال ونساء واطفال. نحط رجال، نجرب، تم، نطلع نجرب نتصل ثاني زي ما انتم شايفين. تيست، متجر كترونيك، متجر كترونيك، هذا الصوت الأول. نجرب الصوت الثاني زي ما قلنا، ندخل مركز المكالمات، إعدادات المكالمات، الإعدادات المتقدمة، نحط الصوت السحري. نجرب صوت الإمرأة، نساء، تم، نطلع نجرب نتصل ثاني. الو، تيست، هذا صوت الامراه، ونجرب باقي صوت الطفل. زي ما قلنا ندخل مركز المكالمات، الاعدادات المتقدمه، الصوت السحري. نجرب صوت الطفل مع بعض. الو، تيست، هذا هو الصوت. طبعا الجوال يدعم 3 اصوات اضافيه. فوق هذا شوفوا حجمه قديش، وشوفوا نفس حجم مفتاح السياره او اصغر كمان. يجي بلونين، يجي بالبرتقالي والابيض وبالاسود والذهبي. هذا هو شكل الجوال، زي ما قلنا جدا خفيف ولطيف وصغير. طيب يجي مع الجوال سلك الشاحن اللي هو سلك اليو اس بي، هذا هو ملحق الجوال، مدخل الشاحن من هنا، السماعة مكبر الصوت من هنا، وفي السماعة حق المكالمات من هنا. طبعا الجوال شبيه من نوكيا عنيد 1، اتوقع جيل الطيبين فاكرينه، بس بحجم جدا اصغر جدا.